عام العهد الرابع. قد تكون الأيام 365 التي مرت على لبنان بين تشريني 2019 و2020 قاسية وربما الأقصى في تاريخ الجمهورية، مع تجمع جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت والحصار الدولي والعربي على لبنان، إلى التردي المعيشي بعد حراك 17 تشرين وجنوحه في جزء منه إلى استعادة صورة الحرب الميليشياوية. في هذا العام انقلب وضع لبنان رأساً على عقب، لكن هذا العام من دون شك كشف حقيقة أن لبنان ومنذ أكثر من 30 عاماً يعيش كذبة أن البلد ماشي وأن الليرة بخير، فبكبسة زر وقف البلد وانهارت الليرة. في عام العهد الرابع تهمة الفساد وجهت ممنهجة إلى الرئيس عون لتحمله تراكمات فساد كل العقود الماضية، تهمة وحده فعل الرئيس عون يرد عليها ويردها. في وجه الشتيمة مد يد التعاون لمكافحة الفساد، في وجه مخطط الانهيار كان الصلابة والصبر في تحمل المسؤولية ووضع الحلول عبر خطة الإنقاذ المالية والاقتصادية مع حكومة وصفت بحكومة اللون الواحد بعد انكفاء البعض وهروبهم من المسؤولية. في وجه التقليل من أهمية ملف الغاز والنفط وجزم البعض بأن لا غاز ولا نفط في بحر لبنان، أطلق الرئيس عون عملية الحفر الأولى في البلوك 4. صحيح أن الحفر انتهى وصدر التقرير عن وجود نظام بترولي قبل صدور نتائج التحليل، لكن كلام الرئيس عون يعد بالحسم الأهم. والغاز موجود بالحوض الرابع، ولكن بعدين بتنعرف الظروف السياسية يلي وقفت استخراجه. في عام متفلت ماليا ونقديا من دون ضوابط ولا ما يضبطون، كانت الموجة المضادة في كسر شرنقة الفساد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. مطلب قديم للعماد عون يصدر قرارا في مجلس الوزراء في 23 آذار 2020 ويترجم عقدا مع شركات تدقيق محاسبي وجنائي عالمية. نعمل نوع من التحقيق المالي المشرح، يعني لا نعرف فيه كيفية صرف الموازنات. كما لم تمر محاولة تفخيخ العقد مع شركة ألفاريز أند مارسل، لن توقف كل المحاولات الملتوية عملية التدقيق الجنائي، ففيه حقيقة كل الأموال المختفية نهباً وتهريباً وتحويلاً، وفيه حقيقة الانهيار الحالي مع مفتعليه والمشتركين فيه. إن صمت أي مسؤول وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي إنما يدلان على أنه شريك في الهدر والفساد. وفي الاستراتيجية ينتهي عام العهد الرابع على وقع مفاوضات تقنية غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية برعاية أممية ووساطة أمريكية وبإصرار لبناني على كل شبر حق. ترسيم إذن لا تطبيع، ولمن يسأل ماذا فعل العهد في 4 سنوات سؤال: ماذا فعلتم أنتم لعرقلة العهد 4 سنوات؟ فزوربا دي غريك لا يزال ماثلاً في الذاكرة، وكذلك ما قولت: انتخبوا ميشيل عون واتركوا الباقي علي. رفع المتضررون المتاريس بوجهي، ما زالت صفحات الإعلام المكتوب والمواقف في سائر الوسائل الإعلامية شاهدة على تصميم ممنهج من هؤلاء لعدم تمكيني من أي مشروع إصلاحي بمجرد أنه نابع من اقتناعي ونهجي. من يسأل عن فشل العهد ينسى أكثر من 24 ملف فساد أحاله الرئيس عون إلى القضاء الذي تنتظر انتفاضته على التدخلات السياسية به، وينسى انتظام الحياة المالية والعودة إلى أقرار الموازنات بعد غياب 12 عاماً وإعادة تكوين حسابات الدولة منذ 1993، ينسى أن الإبراء المستحيل صار قانوناً، وينسى أن داعش وأخواتها طرد من جرود لبنان في فجر من شهر آب، وهو ينسى أيضاً أن الرئيس عون يضغط منذ اليوم الأول لإعادة النازحين أكان عبر المنابر الدولية أو العربية، وكذلك فعلاً نتيجة عبء لم يعد لبنان قادراً على تحمله وفاق 40 مليار دولار. ينسى أن نسبية حكمت انتخابات المجلس النيابي لأول مرة وبقانون لم يكن ليقر لولا استخدام العماد عون لصلاحية دستورية نسيها أسلافه وفق المادة 59. ينسى كل هؤلاء أن الرئيس عون لم ولا ولي يتخطى الدستور، بل يطبق نصوصه روحاً ومضموناً، حتى كان الأجرأ بين كل المدافعين عنه بذهابه إلى طلب تفسير المادة 95 من الدستور تمهيداً للدولة المدنية المنشودة. أدعو إلى إعلان لبنان دولة مدنية. تطول اللائحة، والأكيد أن العماد والرئيس والإنسان لا يتوقف عند أي إساءة شخصية،
لكنه في مواجهة الخطيئة بل الخطايا بحق الوطن لا ينسى ولا يساوم، فهنا لكل مقام مقاله في وقته وتوقيته. وكما غلب 31 تشرين انقلاب 13 تشرين على الشرعية والشعب، سيغلب حق كل لبناني بدولة ووطن انقلاب كل فاسد على الدولة والوطن أياً كانت مكانته أو عباءته. ومن يعرف تاريخ العماد ميشيل عون يعرف جيداً أن في كلمته الفعل، بل كل الفعل. قلت كلمتي ولن أمشي، بل سأظل على العهد والوعد،